أنا إسماعيل عبد المقصود إسماعيل، الشركة العقارية لإصلاح الأراضي. نعمل في الشركة من 92، النسبة 600 جنيه، مرتبي لم يتعد 600 جنيه حتى الآن، ولم نحصل على مرتب شهر 12 لحد دلوقتي، وعامل عملية جراحية متكلفة 5000 جنيه استلافهم من الناس. ما مش عارف يحصل على أي علاج من الشركة ولا أي حاجة من الشركة، مع إن الكبار بيجي لهم العلاج لحد البيت، والدكاترة بتروح لهم البيت تكشف عليهم، وبيعملوا عمليات جراحية في أحسن مستشفيات مصر، ولو احتاج الأمر بيسافروا بره كمان. إحنا مش طايلين 5000 جنيه عملية جراحية، مش طايله مرتبي شهر 12، مش طايله مرتبي لم يتعدى 600 جنيه، وكلام على مسؤوليتي، مرتبي لم يتعدى 600 جنيه حتى الآن بعد 25 سنة خدمة، وأنا سواق معدات تقيلة بننتج للشركة ملايين. بس مع الأسف من ساعة ما اتخصصت الشركة وإحنا قاعدين مش لاقيين شغل، مش لاقيين ناكلهم، عيالنا في الكليات مش عارفة نصرف عليهم، إحنا عايزين نتعالج بين علاج شهري ما إحناش طايلينه. وطبعا الناس بتتصارع على الكرسي، الناس اللي عايز يبقى وزير واللي عايز يبقى رئيس جمهورية، ومسألين فينا. يعني كان السيسي عايز يبقى وزير ورئيس جمهورية، طب ما يشوف الناس اللي جعانة دي الأول، يعمل حاجة للناس دي، الناس تنزل تتكلم معانا، ما هم قاعدين في مكاتبهم واحنا واقفين اهو. ما احناش طايلين على أدنى الحقوق، لا من الشركة بتاعتنا ولا من الدولة بتاعتنا، نعمل إيه؟ هل أنا لو ما سددتش الفلوس بتاعت العملية دي مش أنا الحبس؟ أنا مالي على فلوس وخيط على وجع عملية. عارف ان الكلام ده هيوصل عشان انتوا تكونوا خير. ربنا يخليك يا رب، باذن الله. جزاكم الله خير باذن الله. جزاكم الله خير.